معنا عبر الهاتف للتعليق السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بك سعادة السفير، وتكلمنا في بداية هذا الحوار عن أهمية ودلالة توقيت هذه الزيارة من الرئيس الجزائري إلى مصر. أهلا بك يا أستاذ شادي. طبعا واحدة من أهم الزيارات الخارجية اللي بتتم لمصر. لو تذكر معي الزيارة الأولى للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للخارج 2014 كانت للجزائر، إدراكا من سيادته بالأهمية الاستراتيجية للعلاقات المصرية الجزائرية. الحقيقة مصر والجزائر دولتان يعني مرشحتان لأن يعملا معا مع عدد من العواصم العربية تتقدمهم الرياض للعمل معا من أجل استعادة اللحمة العربية، من أجل تحقيق التماسك على جبهة الشمال الإفريقي. إذا كنا ننظر الآن إلى الوضع الغير مستقر والإسناد الدبلوماسي المطلوب لتونس، فمصر والجزائر هما الأقرب لتحقيق ذلك. إذا كنا نتحدث عن استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، فمصر والجزائر بحكم جوارهما الجغرافي أيضا هم الأقدر على تحقيق ذلك والعمل من أجل إخراج الميليشيات والقوات الأجنبية من ليبيا. وأظن أن مصر والجزائر حاضنتان عربيتان لكل أحلام القمة العربية القادمة، في عودة سوريا إلى الجامعة العربية، في عودة سوريا إلى ممارسة نشاطها على الساحة العربية. يمكن للدبلوماسية المصرية والجزائرية أن تقف حائط صد ضد التوغلات الإقليمية والأطماع الخارجية التي تتلحف وتتغطى تحت ساتر مجموعة أصدقاء السودان، مجموعة أصدقاء ليبيا، مجموعة أصدقاء اليمن، مجموعة أصدقاء سوريا. هم ليسوا أصدقاء، هم يحاولون الإمعان في السيطرة على المقدرات العربية والمزيد من التفريق والقسمة وهدم الدولة القومية. استعادة الدولة القومية في مصر واستعادتها في الجزائر بعد حملتين إرهابيتين ممولتين من أطراف باتت معروفة بالاسم هو أمر كان هاما جدا لتحقيق الأمن والاستقرار في البلد، وهما معا يستطيعان أيضا أن يحققا مكاسب تنموية واقتصادية بحكم مكانة الاقتصاد الوطني المتطور في مصر وفي الجزائر والموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة. مصر والجزائر صرح مبني على أسس من الإرث المشترك والكفاح الطويل. صحيح. وطرد الاستعمار والانطلاق بمقدرات المنطقة يحتاج لعواصم قادرة وفاعلة بين مصر والجزائر والأشقاء في السعودية ودول الخليج. يمكن أن نشكل حائط الصد المطلوب لإنجاح القمة العربية القادمة والتصدي للأطماع الخارجية والمؤامرات التي بدأت تحيك بكل أوطاننا العرب. ومن هنا يعني بيجي أو بتيجي أهمية هذا يعني التنسيق بين مصر والجزائر، خاصة فيما يتعلق بالقمة العربية القادمة يا سيادة السفير. بالفعل يعني القمة العربية القادمة هي مفتاح لاستعادة القرار العربي لفعاليته، لاستعادة الدبلوماسية العربية، وهي الدبلوماسية قديرة، الدبلوماسية المصرية والجزائرية قادرة عن أن تقدم الإسناد الدبلوماسي لتونس وليبيا والسودان، وكذلك استعادة سوريا للحضن العربي وانطلاق أيضا الأطراف العربية كافة للتصدي لإيران وتركيا وتوغلاتهم الفجة في الشؤون العربية، وكذلك الأطماع الأمريكية وغيرها لإعادة تشكيل المنطقة لحساب أطراف إقليمية على رأس إسرائيل. وبالتالي أين الأطراف الإقليمية الفاعلة؟ مصر والجزائر هم يعني حائط الصد الأول الذي يمكن أن يمكن الأطراف العربية من تحقيق طموحاتها، والقمة القادمة إن شاء الله تكون قمة البعث العربي. صحيح، وبنتمنى لها طبعا النجاح. أنا بشكرك شكرا جزيلا السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق على هذه المداخلة.